الشرقية. وقت طلعت حملة الغوطة على الشمال، أنا ضليت بالغوطة، مو معيشة، كله غالي، من نوع الخبز، الزيت، الرز، الأكل، الشرب. قالوا لي إنه المعيشة بعفرين أحسن. جيت على عفرين على أساس إنه شغلة 5-6 ساعات مثل ما كنا أيام زمان نصل على عفرين. حكينا مع ضابط جابني من عفرين لحلب، ومن حلب حكى الضابط مع مهرب جابني على النبل، على بلد اسمه النبل. جينا من نبل جابني المهرب من عجبال، ولقينا صعوبة، ضلينا 16 ساعة بالطريق. تنقل عن طريق ضابط عسكري، هذا الضابط أخذ 400 دولار، ما في طرقات، يعني إجباري بدك تجي تهريب. مشي على أعصابنا، كامشين قلبنا بإيدنا، يعني حتى نخاف على الأولاد اللي معنا، يعني يحط إجره الولد بشي قرنة مفخخة أو شي يطلع لنا شي لغم يروحنا كلياتنا، ما حدا يعرف وين. شافت أرض من ورثة أهلي بعتها، شفنا ضابط لحتى إنه يطالعنا على خط عسكري، يعني شفنا ضابط وقال إنه بياخذ الضابط 700 دولار. والله إنه ما مشكلة المصاري، إنه المهم يطلع. نحن من أهل الغوطة الشرقية، كنا نحن بالحصار محاصرين، أخذونا بباص عسكري، وهنيك العالم اللي شفناها، الشباب الشرطة اللي هيك شفناها، ما من أولاد يعني سورية، غربة عننا، ما نعرف شو يحاكونا شو هي. قالوا لنا إنه حطوا أغراضكم وحطوا مصاريفكم بالأمانات، كمان سرقوا لنا جوالاتنا، أخذوهم مرضي منا، لا جوالاتنا ولا مصاري. كثير أكلنا شغلات مساوية على الطريق، جوع، عطش، ونخاف إنه يطلع لنا يبشر فينا شيء لغم.